للمزيد حول استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد المدنيين العزل والنازحين، ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات الأستاذ عرفات حمران. أستاذ عرفات، بداية مرحبا بك. في انتهاك جديد يضاف إلى قائمة انتهاكات ميليشيا الحوثي، قصف على مخيم للنازحين تسكنه 298 عائلة جنوبية مأرب من جانب ميليشيات الحوثي. بداية، يعني ما آخر نتائج هذا القصف وأنتم متابعون عن قرب؟ مرحبا بك. طبعا هذه الميليشيا الحوثية ما زالت تستمر في انتهاكات حقوق الإنسان وتتعدى القوانين والمواثيق الدولية، وهؤلاء النازحين هم من الفئات الأشد ضعفا والمحميين بموجب القانون الإنساني الدولي، والأصل أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة تكون حامل هؤلاء الفئة. لكن ميليشيا الحوثية الآن أكثر من 30 صاروخ بلاستي سقطت على هؤلاء النازحين في مأرب منذ بداية الانقلاب حتى الآن. هذه الصواريخ أثرت كثيرا على المدنيين وعلى النزوح. حقيقة هذا الصاروخ صحيح أنه لم يكن هناك أضرار بشرية، لكن هناك أضرار مادية وأضرار معنوية. هؤلاء النازحين الذين نزحوا للمرة الأولى والثانية والثالثة، ومجرد ما يعني وصلوا إلى هذا المخيم جاءت لهم صاروخ. هذا الصاروخ يجبرهم على النزوح مرة أخرى وعلى مغادرة مأرب، وهذا ما يريده ميليشيا الحوثية. ميليشيا الحوثية لا تريد 2 مليون نازح في مأرب، تريد أن تقتحم هذه المدينة بعيدا عن هؤلاء المدنيين الذين يشكلون عائق أمامها، وكلما قتلت عسكريا ذهبت يعني لاستهداف هؤلاء المدنيين. على ما يبدو هناك إصرار من ميليشيا الحوثي على استهداف المدنيين والنازحين في المخيمات. الحكومة الشرعية اتهمت ميليشيا الحوثي بتنفيذ ما وصفته حملة انتقام واسعة بالحديدة. كيف ترى أوضاع المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي؟ الحديدة تعاني من مأساة إنسانية منذ 7 سنوات، وحسب تقرير يعني منظمة الصحة العالمية والطفولة اليونيسف، الحديدة هي الأولى بين المحافظات في الوضع الإنساني السيء، رغم أن الحديدة هي ما يدخل المساعدات منها بنسبة 8% من الحديدة، ولكنها تذهب إلى صنعاء وتتحكم بها ميليشيا الحوثية بتوزيعها إلى جبهات القتال وإلى مواليها وتقتسمها مع المنظمات الحكومية. الوضع حاليا في الحديدة في الأحداث الأخيرة التي حدثت في الساحل الغربي، هناك ما يقارب من 7000 نازح نزحوا إلى الصحراء، إلى المخا وإلى الكوخة، وبعضهم إلى جبال تعز. وأيضا هناك إعدامات ميدانية يعني فظيعة ارتكبت هذه الميليشيا مجرد الانسحاب لترك ممرات آمنة للمدنيين، وأيضا بدأت في اختطافات كبيرة. والحديدة أصبحت اليوم فوق بركان من الألغام، هناك ما يقارب أكثر من 1 مليون رغد زرعتها هذه الميليشيا من أجل أن لا يتقدم الجيش الوطني باتجاه ميناء الحديدة واتجاه مطار الحديدة. هذا الميناء الذي يشكل الرئة والتي يتنفس بها الميليشيا الحوثية، تدخل يعني منها الخبرات الإيرانيين والمتفجرات والإغاثة. وأيضا هناك ما يقارب 19 مليار دولار هي ريال يمني. ذكرتم وجود 7000 نازح، كذلك وجود إعدامات ميدانية، ماذا عن الصحفيين؟ يعني انتهاكات ميليشيا الحوثي تستخدم من ضمن الانتهاكات أنها تقوم باستخدام الصحفيين كرهائن بعد اعتقالهم. لماذا تستمر باستخدام الصحفيين كرهائن؟ ماذا يشكل الصحفيون بالنسبة لميليشيا الحوثي؟ يعني حسب ميليشيا الحوثية عند التحقيق مع هؤلاء الصحفيين وتحكم عليهم أحيانا بإحكام بإعدامات ميدانية وترفض تبادلهم بأي صفقة من صفقات الأسرى، هي تقول أن هؤلاء الصحفيين يعني تتمنى أن لا يكتبوا عليها شيء، يحاربوها بعزم دبابات ولكن لا يكتبوا عليها سطرا واحدا ولو بوسائل التواصل الاجتماعي. الحوثيون يعرفون منذ بداية منذ اقتحام صنعاء أول ما بدأوا به، بدأوا هو
الصحفيين والحقوقيين وأغرقوا جميع المنظمات والمواقع والقنوات. هم يريدون أن يرتكبوا الجرائم وأن لا يكون هناك شهود على هذه الجرائم، وهؤلاء الصحفيين يمثلون شهود على الجريمة، وهم من يقوم بنشر وفضح هذه الجرائم التي تصل إلى العالم. يريد العالم أن يعرف تصل هذه الجرائم إلى العالم، ولكن العالم يعني في ظل هذه الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بشكل علني، كيف تنظر إلى تعاطي المجتمع الدولي مع ميليشيا لا تحترم لا مواثيق دولية ولا قوانين دولية، بل يعني تتعمد خرق القانون الدولي الإنساني بجرائم ترقى إلى جرائم حرب؟ كيف يعني توصف موقف المجتمع الدولي من هذه الجرائم؟ حتى المجتمع الدولي لا يحترم القوانين الدولية ولا حقوق الإنسان. بالنسبة إذا الموضوع يخص اليمن، هو يرى الجرائم ويقوم بإسقاطها من قائمة الإرهاب، يرى الجرائم ولا يضيفها قائمة الإرهاب لدى الأمم المتحدة، يرى كل هذه الجرائم التي ارتكبت بجميع أنواعها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ومع ذلك يقوم متفرج، بل يعطي ضوء أخضر لهذه الميليشيات لاقتحام مأرب وأن تكون قوية أمام المفاوضات القادمة. هذا مجتمع يرى بعين واحدة ولا يسمع إلا بأذن واحدة، وينحاز لهذه الميليشيات لأسباب سياسية أو دبلوماسية لا نعرف، لكنها بالحقيقة لا تحترم حقوق الإنسان في اليمن ولا تحترم الشرعية المعترف بها. من الرياض رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات السيد عرفات حمران، نشكرك شكرا جزيلا.